مرحبا. عناوين كثيرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من البلدان، وبالساعات الأخيرة رح نتعرف على أبرزها بجولة نهاية الأسبوع، ويلي حنبداها من مصر وقصة مقتل الصيدلانية اللي عملت تريند بالساعات القليلة الماضية. وحضل بمصر بتاني أخباري وبفيديو لافت أثار تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل. أما آخر لوج إن فحنحكي عن قصة خيانة أغلبنا سمع فيها لكن نهايتها كانت مأساوية. ما حطول عليكم، حننطلق سريعا بأول لوج إن على تويتر. بجريمة بشعة شغلت المصريين بالساعات القليلة الماضية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، توفى صيدلي من بعد ما تم إلقاؤه من بلكونة بيته بالقاهرة على إيد زوجته وعائلته، والسبب هو زواجه للمرة الثانية. أثارت هي الجريمة حالة واسعة من الغضب والجدل بين رواد السوشيال ميديا ويلي طالبوا بحق الضحية يلي اسمه ولاء زايد وبيشتغل برا البلد، رجع لحتى يقضي إجازته مع بمصر ويشوف ابنه. أما بالتفاصيل، ومن بعد ما تزوج الفقيد على زوجته إجت وجابت مع أبوه وأمه وأخوه مع شوية بلطجية مثل ما تم وصفهم، واعتدوا عليه ببيته وزتوه من البلكونة من الطابق الخامس وللأسف قدام ابنه. هاشتاج حق ولاء لازم يرجع تصدر محركات البحث للمطالبة بالقصاص، خصوصا أنه كتار أشادوا بمواقفه وحسن سلوكه مع الناس. أما أسرة هي الصيدلي المتوفي فاتهمت بمحضر رسمي زوجة المجني عليه وعائلته بقتل ابنه من بعد تعذيبه لحتى يوقع على تنازلات معينة لصالح زوجته، وبالإضافة لتحريض 4 من البلطجية لحتى يقتلوه. بعد ما قتلوه أخذوا الجثة للمستشفى لحتى يسجلوها حالة انتحار، ولكن لاحقا شهادة أصحابه وأهله يلي حاول أنه يستنجد فيهم يمكن خلى الشرطة أنه تقبض على الزوجة وأبوه وأخوه وتبدأ بالتحقيق معهم. الشرطة حررت محضر بالواقعة وتم إحالتها للنيابة العامة لحتى تجري التحقيقات اللازمة يلي تبين لاحقا ومن خلالها أنه تم فعليا تعدي عليه بالضرب المبرح وإهانته أمام طفله صاحب 7 أعوام لإجباره على الطلاق من زوجته وتوقيع إيصالات أمانة. طبعا النيابة العامة أخذت أيضا أقوال الطفل يلي قال أنه أنا شفتهم بعيني عم يرموا بابا من البلكونة. الشوط اللي هي جات لي تمام او جات لاخواته ان هو مثلا دلوقتي ان اخويا في خطر، بدليل ان هو مثلا بعت بلاغ للنجده، بعت بلاغ اتصل باخته وقال لها ابعتي لي اخواتي ان هم يجوا لي عشان انا في هنا في بلطجيه بيتهجموا عليا وموجودين عندي هنا. ما ذكرش عددهم ولا اسمائهم ولا يعرفهم؟ ما اعتقدش انه هيقعد يذكر الحاجات دي في الوقت اللي هو مزنوق فيه ده. في خلافات سابقه بينه وبين زوجته؟ ما حدش يعرف الخلافات دي بينهم وبين زوجته دي. يعني انت كأخوه كبير او بيتصل بيك ويقول لك مثلا انا في مشكله بيني وبين مراتي؟ لا، المشكله طالما ما خرجتش عن الحد الادبي او الكلام ده كله، فما اعتقدش ان كل بيوت فيها مشاكل اسريه. يعني عادي، ايه يعني في مشكله بينهم وبين أوه. تاني اخباري لليوم حروح فيه بلوج ان جديده على فيسبوك. وحضل بتاني أخبار جولة اليوم بمصر وعند مقطع فيديو انتشر بشكل كتير كبير وأثار تفاعل كتار من رواد السوشيال ميديا. وحقق مقطع الفيديو اللي مدته ما بتتجاوز ال 24 ثانية فقط لداعية مسلم وقسيس عم يلعبوا بينج بونج تفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي، ونشرت صفحة الأب دوماتيوس الراهب على فيسبوك هي اللقطات يلي عم نشوفها حاليا ويلي بتجمعه بصديقه الداعية أحمد صابر ومصحوبة بتعليق: الكرة مش غالب ومغلوب، ولكن حب يغمر القلوب وسعادة تدوم وصلت الجروب. وظهر رجال الدين المسلم والمسيحي بهالمقطع الفيديو اللي حقق آلاف التفاعلات، وأشاد الكتار بهذا المشهد يلي اعتبروه أنه حلو وهو تجسيد حي لقيم التعايش والمواطنة والمحبة بالبلاد، وأيضا طالبوا بالتركيز على هي اللفتات الإيجابية لحتى توقف بوش الفتن والفرقة. اللافت بالكومنتات يلي كانت على مواقع التواصل أنه الكل أكد أنه الإسلام والمسيحية هو الدين، والتدين بشكل عام هو الابتعاد عن الحرام ومو عن الحياة، أنه الواحد بيقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، وأنه دايما لازم يكون هالنوع من الصداقة والأخوة بين كل الأديان موجود. Yeah.
يلا هيعمل ايه؟ يلا نشجع، يلا يا ابني. Very good, very good. ثالث اخباري حضل فيه باخر لوج ان على فيسبوك. اغلبنا سمع بالقصه اللي كانت ترند، وهي قصه الشاب البريطاني يلي سرقته بنت اوكرانيه من عيلته، وبسببا خرب بيته وطلق مرته وخسر اولاده وخسر وظيفته كمان، على امل انه يعيش حياه حلوه معاها. رجعت قصه هي الصبيه وهذا الشاب، هي البنت الأوكرانية اللي استضافتها عائلة بريطانية للواجهة عن جديد من بعد علاقة حب كبيرة وعلى مدار عدة شهور، لحتى ينتهي الأمر لقيام هالشاب أو هالرجل بطرد هي الصبية كرمال تتوقف عن مطاردته، وادعى أنه هي يمكن مريضة نفسيا وطلب للشرطة. الشرطة أجت وأخذت هي الصبية، يمكن هو كان قال أنه هي مريضة نفسية ومدمنة كحول وأنها عم تتعدى عليه جسديا، وعلى ما يبدو الزلمة عم يأكل قتل وما عاد قادر يتحمل. وبالفعل أجت الشرطة وألقت القبض عليها وأمرتها بالابتعاد عن توني يلي أنهى علاقته معه، ويلي استمرت بس 4 شهور ويمكن فاق على حاله ووصل لمرحلة حابب أنه يرجع فيها مرته وأولاده. ولكن زوجته بآخر تصريحاتها رفضت العودة لإله ورفضت المسامحة ولو بعد 100 سنة. هذا الخبر كان ترند وصار حديث السوشيال ميديا، والناس يلي لاموه سابقا ولاموه أيضا، ويمكن ما حدا كان متعاطف معه، وكتار قالوا أنه يلي انكسر ما بيتصلح. فالطبيعي أنه يكون هذا الخبر مادة للمسخرة عند كتار من رواد السوشيال ميديا من جهة، ومادة للتعاطف مع طليقته وأولاده من جهة ثانية. كل شيء له حد، والخيانة أكيد حيكون إلى حد. أنا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا أخبار جولتي. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز التريند اللي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الكومنتس وحتى التريند يلي حابين نحكي فيها. وعنا مع هالخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية. برجع أشوفكم بأول حلقات الأسبوع القادم إذا الله راد، بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.